مع اختلاف فصول السنة ما بين الشتاء والصيف بنكتشف ناس بتكون عاشقة للشتاء ببرودته وملابسه وأزيائه، وناس تانية بتكون عاشقة للصيف بانطلاقته وحريته وشمسه الدافية. يا ترى أنت كائن شتوي ولا كائن صيفي؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في فقرتنا. قول لي أنت كائن شتوي ولا كائن صيفي؟ يعني بتحب الشتاء ولا بتحب الصيف أكتر؟ والله الفصلين كويسين، كل فصل ليه ظروفه وبنتأقلم معاها. لا انا كائن صيفي. ليه؟ اولا انا كل شويه عمال اكل، تمام، اكل يعني اخلص اكل عايز اكل تاني، في الصيف ما فيش الكلام ده. تاني حاجه لبس الصيف لذيذ، ما بحسش بتعب في عظمي الكلام ده كله، باخد دش كل شويه، ما فيش برد، ما فيش الكلام ده كله، فانا شايف ان الصيف احسن بكتير. يعني بحب الشتاء شويه، تبقى لها مميزات شويه، يكون الجو كويس ما فيهوش حر كده. الصراحه صيف، الصيف كده تحس ان انت مرتاح شويه، يعني لو اتحريت هتخش تاخد دش خلاص خلصت الموضوع. لا صيف ان شاء الله. ليه؟ والله الصيف احسن في الخروجات، في الجو بتعرف تتحرك فيه غير الشتاء، يعني جو ساقع وكده. ايه المواقف الطريفه اللي حصلت لك فصل الشتاء بالذات لو كان في مطره جامده؟ ياه ده انت جيت في حته. كنت مره رايح درس امتحان في ثانوية عامة، كنت بروح الدروس وكده، فكان امتحان تاريخ، فساعتها كنت نازل ومستعجل، وانا باخد العجلة دايما من ساعة ثانوية عامة، فوانا ماشي راح تريلا معدية من جنبي غرقتني الطينة. والله عادي ما بخرجش من البيت. كان عندي مقابلة شغل وكده، وكنت لابس وكان في مطر والعربية عدت من علينا، بوظت الهدوم كلها، اضطريت انا ارجع اغير هدومي تاني. لو في شبوره جامده في الطريق ممكن تسوق فيها ولا بتخاف وتركن عليها؟ ما بحبش اسوق فيها اصلا خالص، لا ليل ولا نهار، بعربيه او موتوسيكل لا ما اقدرش اسوق في شبوره، بخاف جدا يعني. بخاف، انا اصلا نظر ضعيف، عندي مشكله اصلا يعني في الاستيعاب. حصلت معايا مره واحده على المحور، على طريق اسكندريه الصحراوي طلعت الشيخ زايد وكده، ركنت العربيه وما كملتش، وقفت جنب حد بتاع قهوه. فعلا انا ما بحبش اسوق في شبوره يعني. شيء طبيعي؟ لا ما ينفعش بالنسبه لواحد زي انا، سواء سايق عربية أو سايق موتوسيكل زي ده كده مجهز، إن هو يركب يمشي في الجو ده صعبة أو مستحيلة حتى لو وراه إيه. لا الأفضل إن أنت برضو تستنى شوية وبعد كده تكمل طريقك، إنه ما مش هتغامر برضو. عادي. خدت تجارب كتير يعني، اشتغلت على العجلة والحمد لله يعني ربنا يسر الأمور. بص بصراحة أنا بتعرج بالشبورة كتير، عن شغلي في أكتوبر وكده ففي شبورة كتير، بس أنا لا الأحسن طبعا نوقفه عشان تفادي الحوادث والكلام ده كله.